أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لشخص أن يترك عمله ويتفرغ لطلب العلم ويأخذ من الزكاة ما يصرف عليه وعلى أهله؟ إذا كان طلب العلم فرض عين فنعم، يتعلم أحكام عقيدته وأحكام صلاته وزكاته وصيامه وحجه. فالعلم على قسمين، تعلم العلم على قسمين، فرض عين وفرض كفاية. إذا كان يتعلم فرض العين نعم ويعطى من الزكاة، أما إذا كان فرض كفاية فلا، فرض الكفاية هذا مستحب وليس واجبا، فيطلب الرزق في حين أنه ما يتعارض طلب الرزق مع طلب العلم، يطلب الرزق ويجعل له ساعات أو وقت يجلس فيه لطلب العلم، يشتغل يوم مثلا أو 5 أيام ويفرغ يوم، أو أول اليوم يجلس أول اليوم ويشتغل بقيته أو ما أشبه ذلك، يدبر حاله. وكان الطلبة إلى عهد قريب قبل تفتح المعاهد وقبل يبسط الرزق كانوا يشتغلون بالليل ويطلبون العلم على المشايخ في النهار، كانوا يحملون الماء للبيوت الليل بالأجرة ويطلبون العلم في النهار. نعم.